السلام عليكم ورحمة الله. نواصل الحديث إن شاء الله بمحاضرة السيكونسينج للدي إن إيه. طبعا كلمة سيكونسينج للدي إن إيه يمكن مرت علينا، بس أحاول أرجع شوية. ذكرين لما تحدثنا عندما بنجيب عينات وبدنا نحاول نشوف طبيعة الطفرات اللي في هذه العينة، ذكرنا في الحديث عن البي سي آر، قلنا بنجي العينات بنستلمها بنعملها اكستراكشن، ولأول مرة طبعا اعتبر انه احنا في عندنا لاب بدنا نعمل عملية تكون عندك ريفرنس لاب لطبيعة الميوتيشن الموجودة في البوبيوليشن. فقلنا بروح بنعمل بي سي ار مثلا بدي اعرف البيتا جلوبيولين جين ميوتيشن، فذكرنا بنعمل مثلا اس اس سي بي وبنشوف طبعا ايش طبيعة حركة السنجل ستراند على البولي اكريلامايد جيل. وطبعا بعد البيتا جلوبولين جين ما عملنا له فريجمنتيشن، بتتذكر ولا فريجمنت نمبر 1 و2 و3 و4. فالان واحد من هدول الاربعه ممكن يكون في منهم something wrong، يعني معناته اللوكيشن بتاع الفريجمنت، واحده من هذه الفريجمنتس على الاس اس سي بي مش زي الطبيعي الموجود عندي، فمعناته there is something wrong. فهنا طبعا بحكم انه ما فيش عندي ريفرنس لبوزيتيف كنترول او لبوزيتيف عفوا سامبل في موضوع ميوتيشن لاول مره، فمضطر احنا في الحاله بنعمل ايش؟ سيكونسنج. اذا الموضوع هنا له علاقه انه انا بدي اعمل عمليه انفورميشن واكون انفورميشن على طبيعه اللي هو الميوتيشن عندنا، فعملنا السيكونسنج. طبعا اللي هي في موضوع الديترمينيشن لمين؟ لا اللي هو ميوتيشن، بدي اعرف اللي هو طبيعه التايب اوف مايكرو اورجانيزمز، يعني انا عندي سترينز لبكتيريا بدي احاول اعمل ايدنتيفيكيشن لهم، بدي احاول اعمل ايدنتيفاي هيومن هابلو تايبس في البوبوليشن بشكل عام، طبيعه البوبوليشن الناس مثلا بتاعين الشرق الاوسط بتاعين يوروب بتاعين امريكا بتاعين اسيا، فهذا بيعطيني دلاله انه نشوف طبيعه الجينوم بتاعهم. تمام، بدنا نشوف طبيعه البوليمورفيزم، ممكن في عندي في البيتا جلوبولين جين في عندنا بوليمورفيزم من البيتا جلوبولين جين مثلا في البوبوليشن بشكل عام في نفس البوبوليشن او مثلا من بوبوليشن الى اخرى. A lot of things need في هذا الموضوع. ولكن طبعا الحديث هو حديث بحد ذاته قديم جديد في هذا الموضوع، لانه طول ما في عندنا تكنيكس تطور، طول ما صار عندنا هناك عمليه السيكونسنج اخذت اللي هو more fast و more يعني accurate result بشكل أو بآخر. طبعا الـ recombinant DNA technology طبعا صار لها development في 1972. تمام، وبعد هيك صار في استخدام methods اللي بسموها chemical methods اللي حتحدث عنها، وصاروا يعملوا عملية اللي هو sequencing بتاعت الكيميكال، استخدام الكيميكال methods، وصاروا يقولوا انه في عندنا مثلا sequence للبكتيريوفيج بشكل أو بآخر. هذا الكلام كان في عام 1975. تمام، في جيلبرت وماكسيم جيلبرت، ألين ماكسيم وجيلبرت اللي بسموه ماكسيم جيلبرت، استخدموا كيميكال ميثودز في عملية اللي هو تحديد طبيعة السيكونس اوف دي ان اي، هل هي السيكونس اي سي تي جي تي اي سي جي ولما جر. وطبعا هذه الميثودز صحيح كانت شوية مزعجة من ناحية التايمينج ومن ناحية الهازارد والكومبلكس بتاعتها، حاول يسهل الامر شويه اللي هو سانجر. طبعا هو سانجر متعارف عليه برضو موضوع عمل السيكونسنج للامينو اسيد دبل هيكا، فريدريك سانجر اللي هو عباره عن بريطاني، فحاول يساعد بفكره اخرى في موضوع استخدام ماتيريال تسهل العمليه اكثر في هذا الموضوع في موضوع السيكونس. المهم الافكار بدات تاتي بعد هيك. طبعا الناس هذول سنه 1980 اعطوهم جائزه نوبل للشغل اللي اشتغلوه، وبدأت اللي تشتغل المناطق معينة سواء كان في كاليفورنيا أو في أدر انستيتيوت اللي هو طبيعة السيكونسينج لأدر بكتيريا أند سو أون، إلى أن نوصل إنه يصير عندنا سيكونسينج، وصار عندنا طبعا ديفلوبمنت في الميثود تمام بتاعت سانجر. وصار عام 1987 أخذت اللي هو شركة اللي هو وجود الموديل من اللي هو شركات موجودة في أبلايد بايو سيستم تمام كومباني، فكان عندنا اول اي بي اي سيستم 370 اللي هو عباره عن سيكونسر ماشين، وبدا يصير هناك سيكونسنج لبكتيريا ل اذر مايكرو اورجانيزمز. تمام، وبعد هيك صار في عندنا طبعا مع الوقت سنه 1900 طبعا كان عندنا 90 بدا الاتفاق على انه يحاول يعمل عمليه الجينوم سيكونسنج، الى ان توصل لعام 2003
في موضوع الجينوم سيكونسينج تقريبا كان اللي هو الكومبليت بتاعه. طبعا الان هذا الكلام طبعا من 1990 ل 2003 تقريبا 13 سنه 14 سنه ممكن نقول 15 سنه عبين ما قدروا يعملوا السيكونسنج للجينوم. لكن تعال الان تعال اعمل سيكونسنج للجينوم جاست ميبي اورز اور 1 2 3 2 دايز بيعمل سيكونسنج. الان هناك كان الكوست عندك اللي هو مليارات الدولارات، الان عندنا السيكونسنج بكلف جاست thousands of دولار. إذن التكنيكس تطورت والبرنسبل تاع التكنيكس تطور على هذا الأساس. كان عندنا البروغريس في هذا الموضوع في الكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. نيجي للميثودز بشكل أو بآخر. عندنا تو تايبس اوف سيكونسينج ميثود في الحالة هذه اللي هما ماكسيم جيلبرت ميثود وسانجر ميثود. ماكسيم جيلبرت اللي هو استخدم اللي بسموه الكيميكال ميثودز بشكل أو بآخر، يعني بحاول اختصر الموضوع هذا بقول لي انا انه كل عينه انا بستخدمها وبحاول اتعامل معها تمام بدي اعمل عمليه كيميكال ميثودز في وجود سولت اند او عدم وجود سولت بشكل او باخر. anyway الان احنا طبعا السيكونسنج اللي بنعرفهم بنحاول هنا في ذاك الوقت انه كان يستخدموا في وان تيوب تمام، انه احنا هنا بدنا نشوف العينه نفسها بتاعت الانسان اي مين يكون صاحب العينه، بدنا نعمل رياكشن كيميكال رياكشن بحيث في هذه الكيميكال رياكشن انا بدي افحص على اللي هو سيكونس للنيوكليوتيد جي اتاكد انه في عندنا نيوكليوتيد جي ام لا. انبوب ثانيه والله انا بتاكد انه في هذا الانبوبه عندنا يا اما جي يا اما اي، يعني عندي كيميكال ميثودز سواء كانت جي او كانت اي تمام، بدي احاول اعرف هل عندي هنا جي او اي في هذه الانبوبه. عندي انبوبه ثانيه طبعا باستخدام كيميكال ميثودز زي ما هنشوف كيميكال ريجن. انبوبه ثالثه انا بدي اشوف هذه يوجد فيها جوا يا سي يا تي تمام، اعمل تشيك اب. وكذلك الانبوب الاخرى اللي هو اشوف اذا كان عندي انا يوجد فيها سي. اذا في عندنا ايش؟ اربعه تيوبز بشكل او باخر. بعد ما عملوا هذا الشيء وعملوا اديشن لسيرتين كيميكال، طبعا هنا اللي كان بالفعل السر في الموضوع هذا كيف قدروا يعملوا هذا التوازن في طبيعه الكيميكالز. اوكي بعد هيك اخذوا هذه التيوبس تمام وعملوا رن على الجل على بولي اكريل امايد جل. بولي اكريل امايد جل طبعا هذا البولي اكريل امايد جل هو دينيتشر على اساس يعطيك ايش سيكونس از سنجل ستراند، لانه ما دام انت عرفت واحد من ضمن الستراند ممكن تعرف اللي هي الثانيه. صار يكون هناك عندي بول اكريلاميد جيل عليه اللي هو يوريا وبنعمل عمليه اللي هو كولينج ديناتشريشن تمام، وبصير في هناك رن على البولي اكريلاميد جيل بشكل او باخر. اللي صار عندنا هنا عندما ارادوا يستخدموا استخدموا طبعا هنا اللي هي برايمرز تمام في بدايه عشان نعرف السيكونس تمام عده نيوكليوتايدز. اوكي هذا النيوكليوتايدز عليها في منطقه الفايف برايم اللي هو عباره عن ماده موجوده عندنا. الماده عندنا اللي هي قول عندي في منطقه الفايف برايم بتاعت هذه البرايمر او البروب اللي هي عباره عن ماده اللي هو راديو اكتيف ماتيريالز البي 32 وموجوده في منطقه الفايف برايم. الان في اول تيوب قلنا للتاكيد بدنا نفحص اللي هو نشوف الجي، معناته انه حيصير في عندنا الكيميكالز اللي احنا استخدمناها هيعمل كت عند الجي، يعني هو ببني الدي ان اي بوليميريز عند الجي حيصير عندنا ستوب. ليش؟ لانه في كيميكال بيقطع هنا. الان في الانبوب الثانيه وبأن الدي ان اي بوليميريز حيكون في عندنا ستوب لو كانت عندي انا جي او اي تمام، اذا كانت جي حيعمل كت، لو كانت اي برضه حيعمل ايش؟ حيعمل عندنا برضه نفس الشيء كت تمام، حيكون عندنا كت هنا وكت هنا. الان ايش الثالثه؟ الثالثه قلنا لو في عندي تي بلس سي اوكي حيصير عندنا طبعا ايش؟ نوع من السبليت لو كت سواء كان عنده سي او عندي تي. لو كانت في الرابعه عندي سي هيعمل كت عند السي اذرز نو تمام، وبيعمل رن على الجيل. طبعا الرن على الجيل هنا هو حيكون كل ما كانت الستراند اكثر كل ما صار لها مايجريشن اسرع بشكل او باخر. طيب الان طبعا هنا ايش ضافوا هم؟ ضافوا ماتيريالز. بقول لي انا هنا بضيف اللي هي دايميثيل سلفيت تمام في الانبوبه الاولى على اساس يعمل لي اللي هو ميثيليت للجي، وما يصيرش عندي هنا طبعا عمليه الكت لانه بنضاف ماده هنا اسمها بايبردين تمام على اساس يصير في عندنا كت هنا. بعد ما نضيف الماده
ميثيليت عفوا داي ميثيل صلفيت، وبتعمل الرياكشن بتاعها، بنضيف اللي هي بايبردين على اساس يعمل ايش؟ عمليه كت عند الجين. الثاني نفس القضيه، بنضيف فورميك اسيد اوكي، وبيعمل بروتينيشن للبيورين سواء كان اي او جي، وبيعمل عندي كت سواء كان اي او جي. نفس القضيه اللي بعده بنضيف اللي هو هيدرازين، هيدرازين نفس الجين بيحصل عندنا اللي هو سبليت للبايرميدين بشكل او باخر في حاله ما احنا اضفنا الباي بيردين. باي بيردين ونفس القضيه في موضوع السولت، الهيدرازين مع سولت اوكي. طبعا السولت عباره عن ان اي سي ال ابروكسيمتلي 2 مولر، ونفس القضيه هيعمل السبليت عند ايش؟ عند السي. وطبعا احنا قلنا في عندنا راديو اكتيف ماتيريال في بدايه اللي هو للستراند الموجود عندنا. خلينا نطلع ونشوف ايش اللي صار. اللي عندنا هنا الانبوبه، اقول الاولى الانبوبه طبعا، الثانيه والثالثه والرابعه بشكل او باخر. اذا هنا حيكون عندنا سواء كان جي او اي حيعمل كات تمام. هنا عند الجي، هنا عند السي او تي حيعمل كات. يعني ما انت حتشوف عندي ستراند فيها زي، ستراند فيها تي، هنا ستراند اونلي للسي تمام، هنا اونلي للجي، هنا اونلي للجي والاي. وبيعمل رن من هذا التيوبس الموجود عندنا على وين؟ على اللي هو الجل الموجود عندنا. الان طبعا في الانبوبه هذه معروف انه هنا بنقطع الجل وبصير في رن للعينه. طبعا الستراند اللي تم القطع فيهم، وهنا الصحيح عمليه اضافه الكيميكال بفن معين بحيث انه يعني مثلا انا طولي 5 بيس بير او 20 بيس تمام عند جي حقطع. لو في الرياكشن الثاني تمام هنا موجود في نفس الانبوبه تمام، انا في عندي مثلا 20 في جي واي وسي وتي وجي، مش هيقطع عند الاولى هيقطع عند الثانيه. هنا الفن في استخدام الكيميكالز وطبيعه اللي هو الرياكشن الموجود عندي. وكذلك في جي واي نفس القضيه، لانه في عندي حيكون ستراند طولها مثلا 100، طول ستراند طولها 40 30، كل واحد ممكن يكون نهايتها جي، يعني ممكن كلهم يقطع عند 40، لكن لا حصل انه قطع عند 40، قطع عند 60، قطع عند وين في جي، عند كذلك وين في اي. على كل هذا الامر صار عندنا، ايش اللي بصير عندنا؟ نيجي نطلع الانبوبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. الان انا كيف بدي اعمل السيكونس؟ بدي اعمل السيكونس اني بدي اروح اطلع السيكونس، دائما بتبدا من 5 برايم لايش؟ ل 3 برايم. ال 5 برايم ل 3 برايم معناته انا بدي ابدا انه هو النيوكليوتايد بدايتها في عندنا راديو اكتيف ماتيريال طبعا هنا على الجل اوكي. والان بعد ما عملت الرن بروح بعمل ايش؟ بلوتينج لهذه اللي هي الجل على اللي هو بيبر زي ديفلوبمنت تمام، زي اكس راي فيلم، وبصير عندنا ديفلوبمنت لمين؟ للراديو اكتيف ماتيريال، وبعطيني اللي هو هذا اللي هو الخط بشكل او باخر، انه انا في عندنا ايش؟ في هذا الرينج انه انا في عندي طبعا اللي هو ستران. طيب لو نيجي نطلع على هذا الموجود عندنا ايش بصير عندنا؟ الانبوبه هنا في عشان امثل كل السيكونس الموجود عندي، طبعا هنا اول واحده أو يعني اسرع واحده موجوده عندي ايش؟ اللي هي في بتاعت الجي اي تمام، بتاعت الجي اي. اذا معناته هذه يمكن تكون يا اي يا اما تكون ايش عندي؟ يا اما عندي جي تمام. الان الانبوبه اللي جنبها عندي هون عشان اقول هذه اي او جي بروح بطلع على جي، هل جي صار فيها قطع في هذا اللوكيشن؟ نو no. اذا هذه عباره عن اي، وضحت؟ هاي نقطه. الان بجي بطلع للي بعده جي سي سي. طب ليش جي سي سي؟ طلع على اللي بعده. الان هنا الانبوبه الثانيه هذه انبوبه موجوده اوكي، خلينا لحد هنا. بالفعل انا في عندي كت يا اما سي يا تي تمام. هنا زي ما طلعنا على هنا ما فيش عندي كت لجي تمام، لكن هنا في كت لجي يا ايه، وهنا نفس القضيه في كت يا اما سي يا تي. لكن ايش صار؟ هنا في هذا الموقع اعطاني سي، يعني معناته في هذا اللوكيشن هنا قطع سي، واضح؟ ولكن ايش اللي بصير عندي انا هنا في هذا الامر؟ انه انا تاكدت انه انا عندي سي، على الرغم انه انا قطع سي وتي، سي وتي، اذا عندي سي. لاجل اللي بعد الستراند اللي جاي بعد على طول. او نفس القضيه هنا، اذا اللي بعده سي، اللي بعده جي، ليه جي؟ انا قطع في الاي جي، لكن انا مش عارف مين قطع، لكن قطع في الجي، اذا في نفس اللوكيشن، اذا نفس الموقع، لانه 1 النيوكليوتايد بتفرق في عمليه السيبريشن. واضح؟ 1 النيوكليوتايد بتفرق في عمليه ايش؟
السيبريشن موجود عندي، وهلم جاره بنضلنا ماشيين في عمليه العد بشكل او باخر. تمام، بشكل او باخر. انا مثلا عندي انا جي جي، هاي عندي انا جي جي، لابد يكون عندي مكان الاقي فيها عفوا، هنا عندي لازم يكون جي جي، وين جي جي؟ لابد يكون عندي انا جي جي جي، هنا جي عفوا جي، عفوا هنا في عندي جي، سوري هنا اولي جي، هنا اولي ايش جي، هنا بعده انا في عندي ايش حيكون عندي اي، عندي جي، هنا عندي اي، هنا عندي حيكون عندي جي. تمام، اللي بعده حيكون عندنا ايش؟ ما دام عندي اعطاني على تي، اذا ما اعطاني ستي، لو ما قطعش هنا وقطع هنا بس معناتها حتكون ايش؟ حتكون هنا عباره عن تي. تمام، اذا هيك تكون وضحت الصوره، الفكره بتاعت اللي ماكسيم جيلبرت في هذا الجانب. تمام تمام، نيجي للتكنيكس الاخر، داي دايوكسي سيكونسينج، اللي هي اختصر الحدوته اخونا سانجر بفكره روعه. تمام، بانه بدل ما انت تروح تحط لي كيميكلز ويصير عندي كيميكال هازارد، يعني وكانه بحاول يتجنب المساوئ بتاعت مين؟ بتاعت اخونا ماكسيم جيلبرت. فالتكنيكال كومبلكسيتي قال لا، انا بدي اعمل اديشن. تمام، نفس الفلسفه لتيوب زي ما احنا، ونفس القضيه موجوده. اوكي، طبعا هم الان الانابيب هذا ما اضافوهم على الجيل، عملوا رن لمين؟ عملوا ديفلوبمنت للراديو اكتيف ماتيريال، يعني اكيد في كيان عندنا هيتينج، صار في عندنا عفوا مش سوري، صار عندنا ديفلوبمنت مش بدون ماشين، لسه ما كانش في هناك ماشين. طبعا ديفلوبمنت لمين؟ للراديو اكتيف ماتيريال. في موضوع السانجر نفس الموضوع بكل حادث اللي حصل مع ماكسيم جيلبرت، ولكن في الانبوبه الاولى، ها ركز معي هنا العبقريه، استخدم تمام نفس القضية، احنا ذكرنا في موضوع الكيميكالز استخدم جي. ايش عمل اخونا؟ قال انا بدي اسكر عند جي، هنا في الانبوبه هنا وين ما بصير فيه بناء عند جي بدي اسكر عليه. تمام، ايش يعني؟ يعني بدي استخدم داي دايوكسي، بدي استخدم ايش؟ داي دايوكسي. احنا الداي دايوكسي احنا قلنا دايوكسي انه انا في عندي او اتش على 3 برايم. قال انا بديش اعمل او اتش، انا بدي يكون عندي اتش تمام على الثلاثة برايم، اتش على الثلاثة برايم، وكانه بالصوره بالشكل زي هذا. هنا عندي داي دايوكسي، وهنا عندنا ايه؟ هنا عفوا داي دايوكسي، هنا عندنا دايوكسي. وكانه هذا الامر، ايش معناته الكلام هذا؟ عندما تاتي النيوكليوتايد بتاعت الجي تمام، الحين في الرياكشن حتكون عندي نيوكليوتايد اي وسي وجي تمام وتي تمام، حيكون عندي دي ان تي بي، دي اي تي بي، دي سي تي بي، دي جي تي بي، ودي جي دي جي تي بي، وهالأم جرة حيكونوا موجودين، بالاضافه حيكون موجود خصوصي في هذا التيوب اللي هم داي دايوكسي دي دي اوكي جي تي بي. تمام، انه في عنا ايش؟ داي دايوكسي، يعني في عنا ريموف للاكسجين في اللي هي منطقه الثري برايم. ايش معناته ريموف؟ مش حيحصل عندي نوع من الرياكشن على اساس يكمل السيكونس، اذا كان عندنا ستوب. وهنا كمان الحدوته اللي فيها برضه فن، انه كيف قدر يحط ريشيو، كما يقال الريشيو بتكون 10 ل 1، الداي دايوكسي 1، النيوكليوتايدز العاديات 10 تمام. كيف قدر يعمل هذا التناسق بين الريشيو على اساس انه يعطيني انا مثلا زي ما قلت لكم سيكونس طول 20 في يوجد جين تمام. طيب ما هو السيكونس الان هو ببني الدي ان اي بوليميريز، في حيكون عندي سيكونس اخرى الجي بتاعت ال 20 ما صارش عندها كات، لكن في عندها سيكونس اخرى الجي اذا كانت في ال 25 هيعمل كات. وهنا الصحيح عمليه الابداع اللي بيستاهلوا عليها بالفعل جائزه نوبل في موضوع السيكونس. الانبوبه الاولى نفس الحدوته، الانبوبه الثانيه لا مش موضوع اي وجي، نو انا عندي لا اي تمام، الجي في عندنا بنضيف دي داي دايوكسي جي تي بي تمام، وعندي الثانيه داي دايوكسي اي تي بي، والانبوبه الثالثه داي دايوكسي تي تي بي، والثالثه داي دايوكسي سي تي بي. اوكي، وطبعا اكيد البرايمر الاولى في عليها الاي بي 32 اللي هي راديو اكتيف ماتيريال، وعملهم ران برضو على الجيل قبل ما يخترع الاجهزه ويصير في عمليه ديفلوبمنت للماشين، وقال انه انا في عندي نفس الفكره. كمان عايز احكي بين ملاحظات، الان انا ممكن الفريجمنت ذاكرين اللي احنا عملنا لها كات وعملنا لها انسيرشن في الفيكتور
تمام. هذه انا مش عارف السيكونس بتاعتها او بدي اعرف اذا فيها ميوتيشن او لا، ممكن اخذها من خلال الانسيرشن من الفيكتور واعمل عمليه ايش؟ انه اعملها عمليه سيكونسنج. واضح؟ اني انا بكون عندي انا البرايمر السيكونس بتاعت مين؟ بتاعت اخونا اللي هو الفيكتور معروفه، لكن السيكونس هنا مش معروفه، فبأعمل انا برايمر هنا عليها راديو اكتيف ماتيريال هنا، وبتمشي عندنا السيكونس وتبدا تشتغل بشكل او باخر. وضحت؟ اذا ممكن انا من خلال الفيكتور اعمل يكون عندي بيوريتي بحيث اني اقدر اعمل برايمر لمين؟ لا اللي السيكونس بتاعت الفيكتور نفسه، وامشي عشان اعرف الفريجمنت بتاعتي من اول النيوكليوتايد الى اخر النيوكليوتايد ايش وضعها. هنا طبعا الكلام هذا عباره عن نفس الافكار الموجوده اللي ذكرناها، بس انا بديش يعني اعيد وازيد نفس الافكار ونفس البرنسبل. هي عندنا نفس الصوره، ها هنا ايش عملنا؟ دي دي اي تي بي، دي دي سي تي بي، دي دي جي تي بي، دي دي تي تي بي. واضح؟ وصار عندي عمليه الرن، كل تيوب نفس الاشي، برضه قضيه مش سهله مرهقه، كل تيوب نفس الحدوته، وصار في عنا رن على الجل وطبعا على البولي اكريلامايد جل، وصرنا نعمل عمليه اللي هو السيكونسنج من خلال فكره دي تي بي. معناته احنا ايش؟ وفرنا على حالنا موضوع ايش؟ موضوع الكيمستري او الكيميكال ريجنت اللي ممكن يعملوا لي اشكاليه في هذا الموضوع، تمام؟ وهنا طبعا الصحيح بدا البروجكت يبدا. الان طبعا اتطورت المشين اوكي، وقال لي الان انا ممكن اروح اشتغل عمليه كل الحدوته اشتغلها في انبوبه واحده. بالفعل طورت المشين وقالوا لا، احنا بدل ما نستخدم لي انت تستخدم راديو اكتيف ماتيريال، نو انا خليني استخدم فلوريسنس ماتيريال. اذا ايش يعني استخدم فلوريسنس ماتيريال؟ قال لي انت ماشي بدك تعملهم في نفس التيوب، ممكن اعملهم في نفس التيوب، بدك تعملهم من كل واحد تيوب برضه ممكن. الان في عندنا ماشينز بامكاننا التيوب الواحده نحط فيها دي ان تي بي، ايش يعني؟ نحط اللي هي نيوكليوتايد الاي والسي والجي والتي، ونحط كمان رياكشن لدي، تمام؟ دي جي تي بي، دي دي تي تي بي، دي دي اللي هو ايش؟ اي تي بي، دي دي سي تي بي، تمام؟ في نفس التيوب الان بنعمل الشغلات هذا وفي نفس الجهاز، ولكن كمان بدناش الريديو اكتيف ماتيريال لانه في عندنا هازارد من وراها. قال لا، عند كل دي دي موجوده في التيوب بغض النظر جي او سي او اي او تي عليهم فلوريسنس ماتيريال، بحيث انا حاعمل ايش؟ رن على الجل، تمام؟ على الجل رن لكل عينه، هذه العينه الاولى، العينه الثانيه والثالثه والرابعه، شوف كيف الامور اتطورت، واعمل ليزر بيم على مين؟ على فلوريسنس ماتيريال. فمثلا انا والله جي اخذت اللون الاسمر، اخذت اللون الاخضر لو كنت انا مثلا عندي تي، اللون الازرق عندي اللي هو لا اللون الاخضر عفوا مثلا اي، اللون الازرق عندي مثلا سي، اللون الاحمر عندي مثلا تي، تمام؟ ومعروف كل واحد ايش سيرتين ويف لينث له فيها اكسايتيشن ايميشن، وبيطلع عندنا سيكونس في الاخر عندنا اللي هو ديتكتور، وعندنا الشاشه وبقول لي السيكونس بتاعتي مثلا جي تي جي اي جي وهلم جره، وفي عندنا حاجه اسمها فلوريسنس انتنسيتي، يعني مش لازم كل كيرف اقدر اخذه، لكن لو عندي مثلا جي هنا فيري لو نو بقدرش اخذها، لازم يكون عندي ثريشولد معين من الفلوريسنس انتنسيتي واقدر اعمل عليها عمليه الايفالويشن بشكل او باخر، تمام؟ هي عندنا هنا نفس الافكار زي ما ذكرنا الموضوع اللي هو الراديو اكتيف ماتيريال بشكل او باخر، تمام؟ في موضوع اي تي تي جي او كل جي في عندنا بشكل او باخر، لان هذا هن ايش؟ فلوريسنس ماتيريال، فلوريسنس عفوا ماتيريال موجوده عندنا، موجوده على كل اللي هو النيوكليوتايد من تحت الداي دايوكسي اللي هو ايش؟ النيوكليوتايد الموجود. طبعا في عندي الدي ان بوليمريز، وعندي طبعا البفر، وعندي برايمر، كل الامور هذه ممكن تكون موجوده. اذا انا ممكن اعمل طبعا ممكن اخذ من عينه البي سي ار اعملها سيكونسنج، ذاتس رايت، ممكن انا اعمل بي سي ار لعينه انا مش عارفها، تمام؟ واعمل سيكونسنج، يعني ممكن اعمل رن للبي سي ار على الجل، واروح اقطع الجل واللي عليه السيكونس اوف ذا نيوكليوتايد هذه الفريجمنت، واروح اعملها اكستراكشن من الجل وانظفها 100%، واروح اعملها عمليه سيكونسنج، بينفع.
او اروح اعملها انسيرشن وين؟ في داخل الفيكتور واعمل سيكونسنج بينفع. الان هذا الكلام ملوش لزوم، ممكن ناخذ عينه البي سي ار مباشره بدون طبعا جل ونعملها سيكونسنج مباشره وعلى التيوب واحده، كل واحده عينه. الان الماشينز طبعا اتطورت، في عندنا ماشينز طبعا صارت تعمل سيكونسنج ل 300 بيس بيس، في صاروا 900، الان الوضع اتطور اكثر واكثر. الان انا بحكي على النيوكليوتايد سيكونس بتاعت الجينوم 3 في 10 قوه 9، الان 3 في 10 قوه 9 هذول اخذوا منهم تقريبا 13 سنه ووزعوا الكروموسومات بتاعت الهيومن جينوم على تقريبا 5 دول، عبين ما اشتغلوا كل واحد اخذ له 2 3 كروموسوم عشان يعمل السيكونس لهم. الآن في عنا ميثودز جديدة، في عنا حد اسمها سكند جينيريشن سيكونسينج، انه انت في خلال تكنيكس معين فكرة السيكونسينج نفسها تمام، انك تقدر تعمل سيكونسينج للجينوم في غضون جست مثلا 20 يومين او ما شابه ذلك. يعني مثلا اذا بتلاحظ انت موضوع الكورونا فيروس تقريبا بيقولوا عنه عبارة عن 30 الف بيس بير، ال 30 الف بيس بير كيف عملوهم واعطوا عملوهم ثاني يوم ثالث يوم؟ اذا عملوهم من خلال السيكونسينج ماشين الموجوده، السكند جينيريشن سيكونسينج ماشين، وفي عندنا طبعا بيكون لها برنسبل بحيث انه يعرف السيكونس بشكل او باخر للجينوم الموجود عندنا بغض النظر مين هو هذا الجينوم اللي احنا بنحكي عنه. تمام؟ اذا هنا موضوع الداي، انه كيف حطينا الداي في حاله ما تكون عند فلورسنس جرين او ريد اند سو اون. تمام؟ نفس الافكار بدناش اعيد وزيد، لكن هو نفس الفكره، هي عندنا الماشين موجوده وكانه انت بتقول ان والله هي هم مين اسرع مشى، والله عندي انا ستراند هنا تمام، الستراند هنا والله فيها التي اقصر واحده ما دام نازله تحت، اللي اطول منها شويه حتكون حامله لجي بعدها، يعني نفس السيكونس القديمه لكن بعد التي جي، نفس السيكونس اللي القديمه لكن في بعد الجي في عندنا سي، وهلما جرى بعد السي في عندنا ايش؟ فيها اي، وهيك بنعرف انه في عندي تي جي سي اي سي اي جي تي. واضح؟ وهذا الكلام من خلال فلوريسنس طبعا بضرب كل عينه بعينتها، طبعا كل ستراند عفوا بالستراند بتاعتهم، وطبعا هذا من خلال ليزر بيم زي ما قلنا، ومن خلال ران على الجل. هذه كمان كانت في بدايات، لكن الان ما فيش عندنا جل، على طول من السامبل نفسها بنقدر ناخذ العينه وبنعمل عمليه السيكونسنج بشكل او باخر. تمام؟ وهي هذا الكلام اللي احنا بنقدر نشوفه على جهاز الكمبيوتر، انه والله عندي سيكونسي هان من 100%، هذه حلوه وفيها بيوريتي 100%، يعني ما فيش عندي وسخ من الفلوريسنس ماتيريال تحت، وهيك الامور تمام، بقدر اقرب بكل اريحيه، انا عندي تي، انا عندي جي، انا عندي سي، وهلوم ما جرى. يعني مثلا انا ممكن يحصل عندي انا وانا قاعد بقرا في السيكونس، ما هو السيكونس انا لما بقرا في الجينوم بقرا الجينوم السيكونس كروموسوم ماي فادر ومذر، ممكن عند نقطه معينه مثلا هنا عند ابي عندي انا تي تمام، ممكن امي ما عندهاش تي عند النقطه هذه عندها جي. تمام؟ اذا هو حيقرا نفس القضيه تمام في هذا اللوكيشن، حيقرا انه في عندك تو نيوكليوتايد، ليش؟ لانه انا في عندي كروموسوم فادر في جي، في جي هنا، وكذلك كروموسوم مذر فيها تي، بقولهم الفزن. تمام؟ فبيعطيني اشعار، حيعطيني هنا في نفس اللوكيشن حيعطيني برضه نفس القضيه، حيعطيني هنا جي كيرف زي هيك بشكل جي، او انا والله بقدر اقول انا عندي بوليمورفيزم هنا، انا بديش اقول عندي بوليمورفيزم، فرضا انا بدي اعمل سيكونسنج لمين؟ سيكونسنج يا باشا، والله انا بدي اقول في عندي سيكونسنج لمين؟ للمريض، لعينه التلاسيم اللي اخذناها، عينه التلاسيم اللي اخذناها اللي عملنا لها فحص اس اس سي بي، قول مثلا هذه عندي فريجمنت نمبر 1، هو عندي تي، هذه تي تمام؟ طب هذه عندي انا تي وما فيش عندها حاجه ثانيه، طب في الاصل هذه في الدي ان اي ريفرنس للبيتا جلوبولين جين هذه عندي جي، او هذه تي، معناته احتمال هذه انه بدال ما هي عندي جي صارت عندي مثلا تي. تمام؟ اذا اعتبر هذا كودون جي جي اي صار جي تي اي، معناته غير امينو اسيد، معناته غير ستراكشر في الهيموجلوبين، غير مثلا ممكن يكون الهيدروفيليسيتي والهيدرو فوجوسيتي بتاعت البروتين في لوكيشن معين، اذا ممكن ياثر. وهذا اللي بيحصل، انت لما تيجي تحكي مثلا موضوع اللي هو السيكل سيل انيميا، السيكل سيل انيميا ايش اللي بصير عندنا؟ عباره عن النيوكليوتايدا صارت عندي نيوكليوتايدا اخرى، ممكن يكون المريض يقول عنه هيترولوجوس هيتروجينيوس، ايش يعني؟ انه ممكن يكون عنده في نفس اللوكيشن تو نيوكليوتايد، فبقول عنه هذا مش هومولوجاس مش هوموزايجوس،
يكون عندي مثلا هيتروزايجوس، او اذا كانت هذه واحده ثانيه مش الطبيعيه ونفسها، معناته والله هذا هوموزايجوس، مريض سيكل سيل انيميا هوموزايجوس، وهيك بحصل عمليه ديتكشن لاول مره. لكن عشان السيكونسنج ممكن يكون مكلف شويه، الطرق الثانيه اللي قلنا عنها، اذا انا مثلا عملت اس اس سي في تمام وتبين لي والله الستراند هذا، وانا في عندي ريفرنس لاب وعندي ريفرنس سامبل تمام، والله بقول احتمال هذه واخده نفس اللوكيشن بتاعت اللي هو السيكل سيل، بروح مثلا عملت اي ار ام اس امبليفيكيشن ريفراكتوري ميوتيشن سيستم، بقول انا في عندي والله ايش، تاكيد انه انا والله عندي مثلا في هذا الموقع في عندي انا بعد البرايمر بتاعت على اساس انه في عندي ميوتيشن عند الكودون 6 تمام، او بقول والله عندي الكودون 6 في ريستريكشن انزايم، صار في عندي كت بعد ما صار ميوتيشن، بقدر اعمل عمليه اللي هي ايش هذه بسموها ايش فريجمنت لينك بوليمورفيزم، تمام، اللي هي عباره عن اف ار ال بي لينك بوليمورفيزم تمام. هذا الكلام كله انا بقى استخدمه تمام من خلال تكنيكس as a molecular techniques more than one technique. يعني تصور ان انا جيت لاول مره بعمل وعملت في الرن سي اس اس سي بي وجدت الاختلاف، وجيت كمان لقيت انا ما فيش عندي انا بوزيتيف سامبل، ولاول مره لقيت انا في عندي والله بقدر اقول عندي الكودون 6 مثلا، في عندي نيوكليد هذا والله احتمال يكون عندي هذا سيكل سيل انيميا، فبظن مختفط في العينه از سيكل سيل انيميا، وبستخدمها بكره ككنترول في موضوع الدياجنوسيس بتاعي بشكل او باخر تمام. هذا موضوع الكابيلاري، طبعا احنا قلنا كابيلاري ما فيش عندنا جل، نفس الفكره، والديتيرمينيشن سيكونسينج نفس الموضوع ونفس الفكره اللي ذكرتها في هذا الجانب في المشين بتتطور وهلم جرى، وهي عندنا موضوع الراديو اكتيفيتي اللي صارت عندنا تمام. ان شاء الله حنحكي المره القادمه على موضوع اللي هم السكند جينيريشن، وفي منهم اللي هم عدة تكنيكس موجودين بيحكوا عنهم، هدول التكنيكس بيكونوا يا إما طبعا هم أكيد لهم يعني وضع ممكن يكون شوية أكثر مور إكسبنسيف من تكنيكس العاديات. في عنا اللي هي بسموهم تحت النكست جينيريشن، منهم اللي هم البايرو سيكونسينج، في عنا ليجيشن سيكونسينج، في عنا أيون تورينت سيكونسينج، في عندي الوميني سيكونسينج، هذه كلها عباره عن ميثودز طرق معينه في موضوع السكند نيكست جينيريشن او سكند جينيريشن سيكونسينج. فان شاء الله نتطرق للمره القادمه عن نحكي عن الفيروس سيكونسينج ان شاء الله رب العالمين.